اليوم محمد الأمين والفاضل ناشط بحراك ماني شاري غزوال، أهلا وسهلا. أهلا بك. أن المعارضة نهكتكم بإلصاق شعارات الجفا ولن تشتروا المحروقات ما لم تلتحقوا بركب الأغلبية، حراككم إذا معارض وتحركه المعارضة؟ شكرا لكم. الحراك هو حراك مستقل يضم شباب من المعارضة، يضم شباب مستقل، يضم شباب بكل الأطياف، كتاب، مدونين، صحفيين. ولكن استغل هذه الفرصة، بما أن الرئيس سيد محمد محمد وجه لنا نصيحة، أنا أيضا سأوجه له أيضا نصيحة وسأوجهها للموالاة بصفة عامة. أعتقد بأن أيضا أتفهم وضعيته، لأنه كلف بشرح مضامين خطاب الرئيس، وكان خطاب الرئيس كارثة، وكان المؤتمر الصحفي كارثة أخرى. وأنا أنصح الرئيس وأنصح الرئيس الحزب الحاكم بأن يتجنبوا مستقبلا أن يخرج الرئيس خطيبا في أي مدينة، لأنه كلما تحدث جلب لسلطته ولموالاته كارثة، وكلما عقد أيضا المؤتمر رئيس الحزب الحاكم مؤتمرا صحفيا جلب أيضا كارثة. أعتقد أن الأفضل لهم أن يتوقف الرئيس عن الزيارات وعن خطاب، أن يقف خطيبا بين الناس، وأن يتجنب هو المؤتمرات الصحفية. في الحقيقة هم يستقطبون المواطنين الموريتانيين للمعارضة بخطاباتهم بمؤتمراتهم الصحفية المستفزة التي تخلو من أي أخلاق. بالنسبة للخطاب الحديث الموجه بتحديد لحراك ماني شارق أزوال، رئيس الاتحاد من أجل الجمهورية قال إنكم إن التحقتم بهم ستشترون المحروقات وغيرها، وأبدى التعاطف معكم، هل ستلبون النداء؟ لا، أبشر الرئيس محمد محمد بأننا لن نلبي نداء، بل نحن أيادينا مفتوحة لمن يلتحق بنا من الحزب الحاكم وليشارك منا في هذه الوقفات والتي تنادي بشيء أرهق المواطن الموريتاني أينما كان، أرهقه في المعارضة، أرهقه في الموالاة، أرهقه غير المعارض وغير الموالي. أيضا أقول بهذه المناسبة، هو قال مش مقاطع عائل، وهذه عيب للحكومة وعيب للسلطة، لأن يوجد شباب مقاطع عائل في كارفور مادري، هذا انتقاد للسلطة وانتقاد للنظام الذي يدافع عنه. وجود شباب قاطع عائد في مثلا صحراء تازيات الآلاف هنا واستنزفت جيوبهم، هذا أيضا عار، وهذه أيضا هذا نقد كبير للسلطة. أنا أشكره لأنه انتقد بدلا من أن انتقد السلطة، لأنه وصف هذا الشباب المقطوع عائد، واستغرب حقيقة، استغرب من رجل قانون مثل الرئيس محمد محمد، أنا أعرفه جيدا، أعرف ذكاءه، أحترم ذكاءه، أن يقول في مؤتمر للصحفي، أن يدعو إلى تقديم الرشوة من أجل الانتساب إليه، بأن حال هؤلاء سيتغير. هو يقول بشكل أو بآخر بأن كل من أتاهم ستفتح له إمكانيات الدولة، ومن لم يأتي طيب ستغلق أمامه الأبواب وستغلق، طيب ستغلق أمامه خزائن. أغلب المشاركين في حراككم لا يملكون، المشاركون في حراككم أغلبهم لا يملكون سيارات، وبالتالي فهم ليسوا معنيين بشراء المحروقات وليسوا متضررين بالتالي بشكل مباشر من غلائها، فلماذا هذا الاسم بالتحديد والإصرار على الاحتجاج؟ أولا هذا حراك جاء بشكل عفوي، والاسم أيضا تم اختياره بشكل عفوي، وأصبح اليوم ماركة تجارية لا يمكن أن يستغنى عنه، أصبح معروف لدى. لكن هذا الشباب الذي لا يملك سيارات هو أيضا متضرر من ارتفاع أسعار المحروقات. أنت تعرفين بأن التذكرة بين توجني مثلا والعاصمة تضاعفت من 100 أوقية إلى 200 أوقية. هذا الشاب الذي لا يملك سيارة هو يتضرر بشكل مباشر من ارتفاع أسعار المحروقات بالنسبة لتذكرة تنقلاته. هذا إذا اقتصرنا فقط على الانعكاس المباشر. الانعكاس الغير المباشر ارتفاع الأسعار ينعكس على الغذاء، على الدواء، على حتى على البطالة أيضا. أنت يمكن أن تجدين شاب يحصل على وظيفة بالراتب زيد لهنا الفوقية، لكنه لا يمكن أن يقبلها لأنها ستضيع في ثمن التذكرة. أيضا هو يؤثر حتى على البطالة. المحروقات يرتبط بها كل شيء، لذلك نحن رفعنا هذا الشعار ووضعنا هذه القضية نصبة عيوننا، لأنها قضية تنعكس على جميع الموريتانيين، وقضية تؤثر على حياتهم وعلى دوائهم وعلى غذائهم وعلى ملبسهم وعلى مكانهم. مع ذلك الحكومة الموريتانية تقول في خصوص الأسعار، تقول إن مطالبكم غير قابلة للتحقيق وإنها لا تراعي الفرق بين موريتانيا وباقي بلدان العالم. نحن إما نقارن أنفسنا بدول الجوار كما تعودنا، أو نقارنها بالدول المتقدمة. إذا قارنا نفسنا بدول الجوار، نحن بجنبنا السنغال،
خفضت الأسعار في هذه السنة عدة مرات، عدة تخفيضات. مالي خفضت، المغرب خفض مرتين أو ثلاث. الغريب أنه كان قبل هذا النظام كان معروف عندنا أن الغازوال يهرم من موريتانيا إلى السنغال. أصبحت الآية بدأت تنعكس، أصبح يهرم من السنغال إلى موريتانيا. نحن لا نعرف لماذا تصر الدولة على عدم تخفيض أسعار المحروقات، وقد وأقول بأنه في عهد الرئيس الذي تم الانقلاب عليه كانت أسعار وصل سعر البرميل للنفط في العالم إلى 147 دولار، وكان يبيعه محليا بأقل من 300 جنيه. اليوم وصل إلى أقل من 30 دولار ويبيعونه ب 384 84 رقية. هذا ليس له تفسير إلا أن هذه الدولة تحاول أن تجمع وأن تمول الخزينة من خلال جيب المواطن. أصبح اليوم الربح الذي تحققه من المحروقات يشكل 55% من إيرادات الدولة. من كل لتر يباع على أراض الجمهورية الإسلامية الموريتانية تربح الدولة 200 رقية. لم تستكفي بهذا، أصبحت تستنزف جيوب الشباب العاطل المقاطع عن أي حق، تستنزف جيوبهم من خلال هذه عملية تقييم الذهب، حيث تأخذ الرخصة 100 رقية من كل شاب، تأخذ منه 300 رقية من كل جهاز يشتري وترسله إلى صحراء جردة قاحلة، وهذا عمل مستفز وعمل إجرامي كبير. ناشط بحراك ماني شهر غزوال، شكرا جزيلا لك. شكرا.